عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الشكل النهائي يا حبايبي للصوابع زينب، وهنبدأ مع بعض حلقتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض نوع من انواع الحلويات. هنعمل اصابع الزينب. معانا كوبايتين من الدقيق، كوباية الا ربع سميد البسبوسة، معانا يعتبر نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح. وهنا السيرب بتاعنا هنرفعه على النار. السكر 3 كوبايات من السكر، وكوباية ونص من المية، وهنا الفانيليا السايبة، وشقة ليمونة خضرة. ونرفعه على النار ونرجع نعمل مع بعض. احنا قلنا المقادير مع بعض يا حبايبي، هننزل مع بعض. احنا بلينا البوله ديت نقطه زيت صغيره، هننزل بكوبايتين من الدقيق وكوبايه ولا ربع من سميد البسبوسه، دي كوبايتين الدقيق ديت، معلقه صغيره من الملح، نص كوب من الزيت، معلقة كبيرة من السكر، كله على بعض، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وكل ده هنقلبه مع بعض. ومعانا هنا نص كوباية من المية، وهنعجنه مع بعض وهرجع لكم. حبايبي هنسيبها مع بعض ترتاح نص ساعة ونرجع نعملها مع بعض، هنحمرها على النار مع بعض. كده السيرب بتاعنا يا حبايب قلبي بيغلي، بنسيبه 10 دقايق بعد الغليان. وهنا الفانيليا السايبة احسن من المحببة دي، حطنا يعتبر معلقة صغيرة. هنعصره ونطفي النار. ده السيرب بتاعنا وبيبقى سميك شويه. كده سيبنا العجينه نص ساعه ترتاح، وكده صبعناها وهنشكلها مع بعض. وبقيه العجينه هي بنصبعها بالمنظر ده يا حبايب قلبي. كده عندنا المصفه بتاعت الزيت، وهنعمل كده بالمنظر ده، ونقوم ماسكينها عاملينها بالمنظر ده يا حبايب قلبي كده. بعد ما نشكلها ما نسيبهاش ترتفع، لان لو ارتفعت هتفك مننا. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ ايه يا حبايب قلبي، بتدي شكل جميل. ولو عندكم بصمة بتاعت الكحك والبسكوت اللي بتجي من عند بتاع الحلواني دي بتبقى حلوة، بس انا ما عنديش. والجيش قال لك السر. كده بعد ما صبعناها وشكلناها مع بعض يا حبايب قلبي، والزيت بتاعنا سخن على النار، هننزل واحدة واحدة. كده يا حبايبي الاصابع الزينب اتحمرت دلوقتي، والحمار بتاعها اهو، والسراب بتاعنا اهو يا حبايب قلبي. شوية الحلوين في الزيت.
وكده الشكل النهائي بتاعنا يا حبايبي لصوابع زينب مقرمشة والله وجميلة. ايه رأيكم؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعليق حلو منكم. والسلام عليكم، ما تنسوش يا حبايبي الشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.